بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. حسدوا تشيلسي على ليل، فتشيلسي بسم الله ما شاء الله لسه مستمر في نفس الاحزان اللي موجود فيها الفريق. يعني بسم الله ما شاء الله، الله يكون في عون جمهور تشيلسي. والله واضح ان موضوع كاس العالم ده لعنه بجد، والله يعني واضح ان البادج بتاع كاس العالم ده اول ما بيتحط على التيشيرت بتبقى عارف ان خلاص يعني السنه دي عليه العوض ومنه العوض. بعد اصابه ريس جيمس الفريق بيعاني معاناه غير طبيعيه في ناحيه اليمين، والفرقه حرفيا بتقرر ان هي تغير ال 3 4 2 1 علشان خاطر ريس جيمس فارق جدا في الحاله الهجوميه، وبين شيرويل الناحيه الثانيه لسه ما استعادش عافيته بنسبه 100%. موسم مونت رجع وعمل ماتش كويس، الماتش اللي بعديه موسم مونت اتعور. حكيم زياش رجع من الاصابه، بدا يشيل الفريق، الكيرف عالي، زياش بقى نجم الفريق، اوبا حكيم زياش اتصاب. المشكله مش حكيم بس اللي اتصاب، ده كوفا كمان اتصاب. وطبعا ده بعد رجوع كريستيان بوليسيتش، لان معروف يعني بوليسيتش وزياش ما بيكملوش في ملعب واحد، طبيعي الاثنين في نوبه واحده بواحد فيهم هو اللي بيكمل فيها، احنا واحد بيتعور والتاني في الملعب، الاثنين مع بعض لا 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 معروفه بالنسبه لجمهور تشيلسي، الدنيا معروفه وواضحه وباينه لبيتها. النهارده 3 4 3 3 4 3 واضحه كده، لا 3 4 2 1 ولا ولا واحد اتنين، هي 3 4 3 صريحه. زياش موجود ناحيه اليمين، شمال بولي، نص اوف سنتر فيروي كاي هافرتز. كاي هافرتز النهارده كان الاسترايكر، وكاي هافرتز موضوع الاسترايكر دي بيعرف يلعبها كويس قوي. طول كاي هافرتز، مهارات كاي هافرتز، برود كاي هافرتز قدام الجون، الدنيا بالنسبه لكاي مقبوله ان هو يلعب استرايكر، عكس ما يلعب شمال او يلعب يمين، الدنيا بالنسبه له ما بتكونش واضحه المعالم. كوفا ونجولو كانتي اسبيليكويتا ناحيه اليمين، ناحيه الشمال ماركوس الونسو موجود، ثلاثه تحتيهم روديجر، تياجو سيلفا، اندرس كريستيانسن، تحتيهم طبعا حارس المرمى ادوارد ميندي. تشيلسي بيقدم مباراه يعني زي المباراه اللي فاتت، زياش بيكون محور الاداء الجيد للفرقه هو وكريستيان بوليسيتش. نص الملعب كنا شايفين زيادات هجوميه لماركوس الونسو، لان ماركوس الونسو بيحب جدا موضوع الثلاثه ورا دي، بيطير على طول دايما. اسبيليكويتا كان بيامن حكيم زياش. شفنا تشيلسي سجل بدري، تشيلسي سجل بدري عن طريق كاي هافرتز، قلنا بس تشيلسي ايه هيفتح بقى، كل حاجه هتفتح، فرقه ليل هتقر الثاني والثالث والرابع. بس بصراحه لقينا فرقه ليل بتقدم اداء مميز جدا، لقينا فرقه ليل ماسكه نفسها جوه الملعب، ليل بيبادر، ليل بيحاول ان هو يضغط على تشيلسي للتعادل، ليل مش هايب موقف ان هو بيلعب ضد بطل اوروبا وبطل كاس العالم من الانديه، ورايح على عايز ان هو يعمل نتيجه ايجابيه مع تشيلسي في الاستانفورد بريدج. بصراحه دي كانت حاجه مميزه جدا بالنسبه لفرقه ليل، وتحيه كبيره جدا على المجهود اللي فرقه ليل عملته النهارده جوه المباراه. عشان نبدا بقى الشوط الثاني نلاقي ان حكيم زياش بسم الله ما شاء الله مسك رجليه، وقبليه طبعا كان كوفاتيتش، كوفاتيتش مسك رجليه، كوفا مسك رجليه قال لك في حد بره يا جماعه، روبن لوفت شيك تعال عم روبن انزل جوه جوه مكان ماتيو كوفاتيتش. زياش اتعور نزل مكانه ساول، ويمكن ساول قدم مباراه كويسه النهارده، يعني ساول من اللعيبه المنتظر ان هم يحاولوا يرجعوا لمستواهم، يعني ساقول بيعاني معاناه غير طبيعيه ان هو مش عارف يرجع لمستواه. ساقول الماتشات اللي لعبها في الدوري الانجليزي كان تايه، بس هو النهارده لما الطريقه اتقلبت ل 5 3 2 الموضوع بدا يتغير شويه، لما بدانا نشوف بولي وكاي هافرتز هم اللي موجودين في الشق الهجومي، وتحتيهم نص الملعب بقى فيه كوفا لا كوفا بقى فيه. الله يرحم ايام كوفا بقى، واضح انه هيطول معانا، بقى فيه روبرت لوفت الشيك، وبقى فيه نجولو كانتي، وبقى فيه ساول، والخمسه في الحاله الدفاعيه مفترض ان بلانج صار نزل مكان اللعيب اللي ما بيعرفش يعمل ادوار دفاعيه هو ماركوس الونسو، علشان خلاص نقفل بقى وخلاص بقى كفى الله انه شر القتال، علشان خاطر تشيلسي يقدر ان هو يستغل بهجمه مرتده. نجولو كانتي بيروح بيباص لكريستيان بوليسيتش، بولي بيخلص المباراه 2-0. شكرا لليل على حسن تعاونكم معنا، شكرا ظروف تشيلسي السيئه، شكرا الاداء اللي لعيبه تشيلسي بتقدمه جوه المباراه، شكرا لعيبه تشيلسي، نتمنى ان الحظ يتحسن شويه. يعني انا بالنسبه لي صعب ان تشيلسي يخش قدام ليفربول من غير حكيم زياش. كريستيان بوليسيتش موجود، وان شاء الله بوليسيتش يسد لحد ما زياش ما يرجع من الاصابه، لان الموضوع كده بقى مبالغ فيه شويه. وعجبتني حته لوكاكو على الدكه دي، حته ان انت عندك مهاجم بيعاني ما ينفعش انك تلعب بيه في دوري الابطال، لان الموضوع مش محتاج ولا ناقص اي حاجه بصراحه، وكان قرار موفق جدا البدايه بكاي هافرتز. تحيه وتقدير لكل مشجعين تشيلسي المتحملين الظروف دي بصراحه، الله يكون في عونكم والله على كل الظروف اللي موجوده عندكم دي، بس خلي بالك كل ده لا يعني ان انت
مميز جدا. لا لو عندك رحيم ستيرلينج كنت هتعرف المعاناة، المعاناة بجد يعني، كنت تعرفها وقتها. بس الحمد لله احمد ربنا انك ما عندكش رحيم، عندك شوية حظ سيء وشوية اصابات كتير هتتعوض، واللعيبة ان شاء الله هيخفوا والمستشفى هتبدأ تخف شوية، وان شاء الله زياش يخلص الدور بتاع عثمان ديمبيلي ده. ديمبيلي كان يرجع يركب يبقى نجم الفريق يتصاب تاني، يرجع يبقى نجم الفريق يتصاب تاني. هلوم جرى سعادتك، نتمنى زياش ما يخشش في السكه دي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فرايك واحترم، وده برضو كان رايي. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، واهلا وسهلا بيك.